السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في قناة خديجة الشانيل، قناتي وقناتكم وقناة كل الأحباء. اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة، نظرا للطلب ديال بزاف ديال البنات اللي قالوا لينا يعني شرحي لينا كيفاش نصبغوا شعرنا، يعني في الوصفات ديال الفيديو اللي في القناة، يعني كيف أصبغ شعري. الفيديو العنوان ديالو كيف أصبغ شعري بحنة رويال. كيبقاو يسولوني بزاف، واش الا درنا هذه واش الا درنا هذه. انا غنعطيكم طريقة اخرى سريعة جدا بالنسبة للبنات اللي بغاو يديروها وما كيتوفرش عندهم جميع المقادير اللي كتكون في الفيديوهات الاخرين، في الوصفات ديال الفيديوهات الاخرين. انا غنقدمها لكم بطريقه سهله ومبسطه وسريعه جدا. المهم اليوم كتشوفوا معايا غادي ناخذوا حنه رويال او لافاتيكا بالنسبه لهاد جوج صبيغ. كيف قلت لكم هما الحل الامثل في الدقيقه 90، يعني ماشي دائما تبعوها، تقدر دار مره في 3 شهور ولا 4 شهور فقط. والا درناها بهذه الطريقه هذه فانا كنهرسوا داك الجهد ديالها والمواد الكيماويه اللي كاينه فيها. وهاد الصبغه هنديه معروفه رويال لافاتيكا، انا كناخذها وكان الا كانت شي ضروره كنخدم فقط بها لغسيل وما كنديرهاش كامله، يعني كناخذ منها معلقه ولا جوج. هانتوما كتبقى لي مده طويله، كنردها البلاستيك ديالها ونسدها مزيان وتبقى نعاود نخدم بها دائما. غادي ناخذ هاد الصباغه هادي كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه لانايا شنو غنقول لكم شنو كندير، انا كندير هاد الزيوت هادي، عندي واحد 40 عشبه مرقداهم في الزيت مع القرنفل في قرعه كبيره، وكناخذهم كناخذ منهم على الفوق شويه بشويه وكنخلي لتحت. هادي باش كنخلطها، اللي ما عندوش يدير غير معلقه ديال زيت الزيتون. انا غادي نضيف هادي اللي كنستعمل للشعر، فهي زوينه للتقصف ديال الشعر والتساقط، كتعالج الشعر من الجذور. الا كان كيبان لكم راه فيه القرنفل من الداخل، اللي ما عندوش شي خليط ديال الزيوت يدير غير زيت الزيتون فقط. عندي هنايا واحد معلقه كبيرة ديال الشامبو، شامبو عاوتاني كيف ما كان. كنخلطوا هاد المكونات بحال هكايا، كتعرفوا ملي كديروا لي هاد المقادير هادي راه كتهرسوا الجهد. عندي هنايا واحد بياض ديال البيضة، بالنسبة للناس اللي شعرهم دهني يديروا بياض البيضة، واللي شعره ناشف يدير الصفار. أنا غادي ندير البياض، غادي نديرها واحد الشوي كيف كتشوفوا معايا، معلقة نخلطوا هاد المكونات جيدا. عاد كنضيف جوج معلقة صغار ديال الماء، لي غادي نديرو هاد الخليط غادي نديروه واحد 20 دقيقة. من طبيعة الحال كنديرو لي ليغو لي يدينا باش ميتصبغوش باللون الأسود لأنه كيتشد في البلاصة. وبالنسبة للجبهة ديالنا كادي ندهنو بواحد زويته الجبهه ديالنا باش ما يلصقش فيها اللون، اولا فازلين اللي كاين. انا كندهن الجبهه ديالي عاب الزيت باش اي حاجه تقطرات فيها ما كتبقاش كيشد اللون، دغيا كتمسح. ومن الاهم من هذا الشيء انا نخلطوا هاد المكونات جيدا. وكيف قلت لكم كيتطبق على الشعر يكون افضل، من افضل يكون الشعر موسخ صراحه، باش نحاولوا ما امكن اننا نبعدو من سطح ديال الجلد. وكنديروه بالفرشات الخاصه للصباغه وكنخليوه واحد 20 دقيقه، ما نديروش البلاستيك، نديرو على الزيف ديال الراس حياتي حتى تنشف جيدا. وصافي من بعد كتغسليها غسل عادي، ومن بعد ملي كينشف الشعر من طبيعه الحال ضروري كديري ليه داك الزيوت ديالو، ومع عندك ما تخافي منها. هذا نظرا بزاف ديال التساؤلات ديال البنات، داكشي علاش اضطريت انني نعاود لكم الفيديو ونقدمه بطريقه مبسطه وسهله وسريعه. وكيف قلت ضروري اننا نذوبوا هذوك الحبيبات، اسمحوا لي على الازعاج ديال رويال. بعد البنات الا بغيتوا وصفه طبيعيه الصباغه شي خليو ليا في الكومونتير وانا غادي نقدم لكم. عندي بزاف ديال الوصفات اللي طبيعيين للصباغه ديال الشعر، من تغيير من لون الى لون، حتى من اسود الى الاشقر بطريقه طبيعيه، ولكن كتحتاج فقط المداومه. خليو ليا فقط
في التعليقات، في بلاصه التعليقات، وانا ان شاء الله غادي نقدمها لكم بكل رحب وبكل فرح باذن الله. ها هي الوصفه هذه بحال هكا صافي، كتطبق كي قلت لكم على الشعر مده 20 دقيقه، وكتغسل بالماء فاتر ما بين السخون والبارد، وكتشلي شعرك مزيان، وكديري الزوز ديالك من مورا ما تنشفي شعرك. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش كيف العاده الاشتراك في القناه، الضغط على زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد. شكرا للمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.